استضافت مكتبة الأسكندرية مؤتمرا جماهيريا حاشدا نظمه التحالف الوطني للعمل التنموي في الأسكندرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية وعدد كبير من الأحزاب السياسية وقادة العمل المدني ورجال الدين كافة أطياف المجتمع السكندري. وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن أهم المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها محافظة الأسكندرية خلال التسع سنوات الأخيرة، والتي أدت إلى نقلة نوعية بالمحافظة. وأكد أعضاء التحالف الوطني على ما شهدته محافظة الأسكندرية من مشروعات سكنية للقضاء على كافة العشوائيات، وكذلك مشروع محور المحمودية لتيسير وسهولة الانتقال من غرب الأسكندرية حتى مدخل محافظة البحيرة، بالإضافة للتوسع في المشروعات الصحية والتعليمية. وفي محافظة المنوفية نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا كبيرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. في بداية المؤتمر وقف الحضور دقيقة حداد على شهداء فلسطين العربية، وعبر المشاركون في كلماتهم عن رد الجميل للرئيس السيسي الذي حمل هموم الوطن على كتفيه ونهضة مصر الحديثة وبناء الجمهورية الجديدة، وأكدوا دعمهم للمرشح الرئاسي لتولي فترة رئاسية جديدة حفاظا على أمن واستقرار الوطن.